امبارح تركنا علي آغا الوراق عباب الديوان. مين علي آغا؟ أنو ديوان؟ ديوان الصالح أيوب أمير المؤمنين اللي شاف منام كان في بلاد الإسلام بخطر، وما حدا بتصدى لهذا الخطر غير جيش مماليك بيسود عليه واحد من هدول المماليك. بس البلاد ما فيها، الدولة ما عندها جيش، فقرروا بدهم يشتروا جيش هالمماليك، و طلبوا من تجار مصر انهم يجوا يساعدوهم يشتروا هالمماليك. بس تجار مصر عفرد نفس قالوا ما بيفهموا بهاي التجارة، وما في غير واحد بيقدر يخدم الدولة فيها، علي آغا الوراق. علي آغا الوراق من اكبر تجار الشام، وبعتوا وراه وجابوا القبجي باشي على مصر ووقف عباب الديوان. هناك تركنا أهلين امتنان، أهلا أهلا بكل الحبايب اللي من تونس ومن كل البلاد، أهلا وسهلا. تركنا علي آغا الوراق عباب الديوان ودخل القبجي باشي لعند الصالح أيوب، أخذ أتكو باستوبه وقال له إنه جاب علي آغا الوراق معه. الصالح أيوب انبسط على هالسيرة، قال لهم دخلوا. دخل علي آغا الوراق وشاف الديوان مجدول بالوزر والأعيان وقاعد بالنص بيناتهم بكل تواضع رجال ضعيف، شعره أبيض، لحيته بيضة، لابس أبيض بأبيض والنور طالع من عينيه. راح على طول أخذ أتكو. مولاي والملك قال له تعال اقعد جنبي. قعدوا جنبه وقال له علي آغا الوراق، سمعنا انك من اكبر تجار الشام وبتفهم بتجارة المماليك. قال له مولاي انا بخدمتك، عنا مهمة مهمة لك، بدنا اياك تشتري لنا 75 مملوك خاصات. خاصات يعني قوايا وطوال وعراض وبينفعوا يكونوا بالجيش. بدنا اياك تشتري لنا 75 مملوك خاصات. واعطاه 700 ليرة ذهب اللي سكوهم من الطميرة. ولما اعطاه اياهم لف عليه وقال له علي آغا، 700 ليرة هدول تشتغل فيهم وشو ما بتربح حلال زلال عليه، ومعك 41 يوم تقعدهم بمصر، 40 يوم تتسوى، وليلة 40 تيجي عندي وبتقول لي شو صار معك. وإذا وإنت بهالقعدة نادوك الوزر والأعيان وطلبوا منك مماليك، إحنا ما عنا مانع. هيك شرط عليه الملك 700 بيشتغل فيهم وبيشتري فيهم 75 مملوك خاصات، وشو ما ربح حلال عليه. بيقعد 41 يوم بمصر، وليلة 40 بيجي عنده بيودعه، وإذا طلبوا منه الوزر والأعيان ما عنده مانع يشتري لهم. روح هذاك اليوم علي آغا عند القبجي باشي ولسه بيقولوا يا مهدي، وإذا الباب بيدق مرسال من عند الوزير شاهين وزير الميمنة، الليلة عشا علي آغا عنده. القبجي باشي لما سمع هيك قال له هذا من سعدك وحظك، قعدت علي الوزير شاهين فش أحلى منها. زبط حاله، زبط هندامه وراح عند الوزير، وتعشوا وأكلوا وانبسطوا وشربوا كركدي وشاي وقهوة وكل الأشياء الطيبة. وعلى آخر الليل طلع له صرة وأعطاه إياها وقال له بهدول بدك تشتري لي 20 مملوك وسط يخدموا بالسرايا. طلع علي آغا دفتر وأيد الوزير، اسم الوزير وعدد المماليك والمبلغ اللي أعطاه إياه. روح هداك اليوم وتاني يوم الصبح صار ينزل عسواق مصر يتبضع ويشوف إيش بيقدر يشتري بها 700 ليرة. ورجع على البيت لقى مرسال من وزير الميسرة، نفس الرسالة، العشاء عنده الليلة. راح تعشى وطلب منه الوزير 30 مملوك وسط ليخدموا بالسرايا. تاني يوم عسوه
وإجا مرسال من وزير تاني، وتالت يوم ورابع يوم وخامس يوم، 40 يوم على هالحال، ينزل على السوق يتبضع ويرجع يلاقي مرسال من وزير أو من عين أو من كبار الدولة طالبينه على العشاء، وبيوصل لطلع معاه بالدفتر 400 مملوك وسط. ليلة 40 زبط حاله، زبط هندامه وراح على الديوان عند الصالح أيوب، كان قاعد عم بيستناه مولاي. شو يا علي آغا، تسوقت منيح بسواق مصر؟ قال له مولاي أخذت من كل بضاعتها، بضاعتها الفاخرة. قال له طب ممتاز، وحدا وصاك على مماليك؟ قال له آه مولاي وصوني، عندي 400 مملوك. وصار يعد له الوزير بعدد المماليك اللي طلبها. هز راسه قال له ممتاز، يعني شو صار عندك هلأ؟ قال له مولاي، لا مولاي أنا عندي 75 مملوك خاصات لإلك. قال له وقف، هدول مش لإلي، هاي الفلوس مش فلوسي، هاي فلوس هذا بيت، هدول الفلوس من بيت مال المسلمين، وهدول للدولة مش لإلي. وبما إنك فتحت السيرة، حط ايده بعبه وطال سرة زرقاء صغيرة فيها 41 مصرية. السرة الزرقاء هاي قال له من حر مالي من شغلي، وكان بيشتغل طوائي وبيهديها، وشو ما اكرموا عليه الناس بياخد منهم. وال41 مصرية حطهم وقال له بدي فيهم بحقهم لإلي مملوك ضعيف على هيئتي لإلي. اخدها وطلع عليها وابتسم، 41 مصرية ولا اشي جنب 700 ليرة ذهب وكل الفلوس اللي حاملها. والسلطان لما شاف هيك قال له ما يغرك انها صغيرة او ما فيش فيها كتير، احفظها تحفظك. ضبها بجيبته علي آغا وسهر هديك الليلة عند الملك، واخد أتكو وروح. وتاني يوم الصبح فتح طريق السفر، طلع من مصر على العريش، ومن العريش على غزة، ومن غزة على رملة، ومن رملة على القدس، وكل مكان كان يوقف كانوا عم بيستنوه يفتح السوق ويبيع ويشتري ويبيع ويشتري ويربح الطاق أمثاله. لما طلع من القدس كمل على الشام، وكان واصل الصيت انه بده يرجع علي آغا، التجار اللي كانوا موصين وطلعوا يلاقوه، عزمهم عنده على العشاء وعملهم عشاء فاخر من هون لهناك، السفرة عليها ما لذ وطاب. وبعد ما تعشوا طلع لكل واحد كيس كان فيه راس المال الربح وهدية من مصر كمان، رجع لهم كل اللي عقلهم وزيادة، وكتير انبسطوا بهالموال. وطلع هو تاني يوم عسو، فتح الخان تاعه وراح يتبضع وراح يشتري وراح يتسوى، ويوم واثنين وثلاثة واربعة لصاروا 10 ايام وهو بالشام ما تحركش لسه. عاليوم العاشر رجع عالبيت وكان عم يرجف، كل جسمه عم يرجف 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 وحرارته طالعة. مرته اجت حطته بالفراش وصارت تحط له كمادات ونادت له الحكيم، بس قعد بالفراش 3 ليالي الحمى ما عم بتروح عنه. الليلة الثالثة وهو غاب يروح وبيجي عن الوعي، بيروح وبيجي عن الوعي، وهو غاب عن الوعي غمض عينيه من هون شاف الصالح أيوب طلع له بالمنام وبيقول له ما قلنا لك احفظها بتحفظك، قلنا لك احفظها بتحفظك. واختفى. فتح عينيه علي آغا ونادى على مرته، وين أواعي السفر؟ وين أغراض السفر؟ جميلي إياهم. وهو لسه بالتخت مش قادر، قاعد يدور 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 للقى السرة الزرقاء، مسكها حطها على صدره ورجع نام. وهو نام من هون صار يعرق من ساسه لراسه، والعرق عبا وعبا أواعيه وعبا التخت والشراشف اللي هو عليه. فاق تاني يوم الحمى فكت عنه ولا كأنه كان ماله شي، ونط زي الحصان، راح على الحمام اتحمم ورجع وقال بكرة السفر. وقال يا هادي،
وهاي المرة طلع باتجاه بورصة بالشمال. اليوم بورصة إذا بتسألوني وين بقولكم بشمال تركيا. فطلع من الشام لحما، ومن حما لحمص، ومن حمص لحلب. وهناك لما فتح السوق نفق كل بضاعته وبدلها واشترى من بضاعة حلب الفاخرة غير شكل، وقال يا الله يا هادي وكمل على بورصة. وهو وصل على بورصة نزل بخان وحط كل أغراضه وقال لشبابه يفتحوا السوق لأنه هو بده يروح يطمن يشوف وين المماليك، وين سوق العبيد، شو اللي عم بيصير، يعني يستشف الخبر. مشي من هون ومن هون ومن هون ما لقاش ولا حدا، لا بياع ولا تاجر ولا حتى مملوك واحد بالسوق. رجع عم بخمس الرايات مش عارف شو بده يعمل. قال الصباح رباح، يمكن اليوم السوق مسكر. فاق تاني يوم ونزل ولف نفس الشي. تلات ايام وهو يلف مش ملاقي ولا تاجر، وكل ما يسأل يقولوا له هاي التجارة بطلت من عنا، ما عنا عبيد للبيع، ما عنا مماليك بهذا السوق. رجع علي آغا على الخان مهموم وقعد بساحة الخان وحط ايده على خده صفنان. معقول يعني هو اكبر تجار الشام موصى من امير المؤمنين ويرجع ايديه فاضيين ما عندوش ولا مملوك ما عندوش مش قادر يكمل هالمهمة؟ وهو قاعد وايده على خده مرق درويش دخل على الخان، اتطلع عليه علي آغا وقال وللخالق الناطق الصالح أيوب. الدرويش كان هيئته صغيرة، لحيته بيضة قطنة، رأسه أبيض وهيك ماشي شوي شوي. ولما إجا لعند علي آغا قال له علي آغا سلم عليه السلام عليكم، أهلا وعليكم السلام. قال له يا بابا أنا شايفك صفنان زعلان، وإذا بتسمح لي خليني أعطيك نصيحة. قال له تفضل تفضل هات النصيحة تاعتك. نصيحة الدرويش كانت بمحلها، بس شو كانت هالنصيحة وشو قال له الدرويش لعلي آغا؟ وهل بيقدر يلاقي علي آغا المماليك؟ بكملكم بقى.